يقيم فريق صلاة صحة تطوعي دورات تعليمية للفتيات الصغار في أحكام الصلاة وما يتعلق بها. الفريق درج على عقد سلسلة من الدورات التثقيفية والتي دائما ما تشهد حضورا كبيرا من المشاركات الصغار ودعما من أولياء الأمور. الزميلة أمان الخليفات التقت بالصغيرات وجاءتنا بهذا التقرير. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، من هذا المنطلق يسعى فريق صلاة صح لغرس الخصال الحميدة والمعاني الإيمانية في قلوب الفتيات منذ الصغر، ولأن هذه المعاني منبعها الصلاة حرص الفريق من خلال إقامة دورات مكثفة على إعداد جيل يجعل من الصلاة عمودا أساسيا تقوم عليه حياته ونسكا يؤديه بشكل صحيح ويستشعر أهميته في تنظيم يومه. فريق صلاتي صح هو فريق عمل تطوعي. الفكرة نشأت من احنا مجموعة فتيات شفنا ان بناتنا يحتاجون ان هما يتعلمون الوضوء والطهارة والصلاة بشكل صحيح، فبالتالي تجمعنا خذنا الفكرة ابتدينا نحط لها نقاط وبدأنا في المشروع. طبعا بداية المشروع كانت لنا في مسجد نوف النصار، ومنها انطلقنا لحد الآن من خلال صار لنا تقريبا سنة ونص سوينا تقريبا 20 دورة تعليم صلاة. ولأن طموح الفريق يتمثل في أن يساهم في تكوين ملامح جيل قادم يكون أكثر وعيا وإلماما بكافة الجوانب الدينية، لذلك جاءت الجهود كبيرة تتناسب مع هذا الطموح. فدنا وايد من الدورة، وأتمنى أن إذا في دورة ثانية أحضر، وتعلمنا شلون نصلي وشلون قبل كان الرسول اللي يتهدد وشنو كان يعلم أصحابه. تعلمت أن لازم أصلي كل يوم، تعلمت شلون أتطهر وكيف أسجد وأركع، وتعلمت الصلاة ومبطلاتها. ولأن ديننا الإسلامي الحنيف دين يسر لا عسر، اعتمد الفريق في تعليم الصغار أساليب حديثة ومبسطة تتخللها فقرات ترفيهية منوعة. أيضا احنا هنا قاعدين نستخدم أساليب بسيطة، ممكن البنات يلعبون، ممكن أنهم يتحركون يتعلمون من خلال اللعب، فهي بتلعب وبتتعلم بحيث أنها ما تملل. الطموح لا يقف عند هذا الحد، بل يأمل فريق صلاة صح أن يضم دعاة مؤثرين في المجتمع وأن يكون له مقره الخاص الذي يحتوي على كافة متطلبات الدورة. أمان الخليفات لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.